أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سؤال وله نظائر. يقول: أتمنى من فضيلتكم تخصيص وقت قصير. نعم. يقول: نتمنى من فضيلتكم تخصيص وقت قصير بعد نهاية كل درس وقبل الأذان أو قبل الإقامة، وذلك للدعاء للإسلام والمسلمين. ما يحتاج تخصيص وقت قصير، كل يدعو للمسلمين بنفسه، والله يتقبل من الجميع إن شاء الله.